عيب 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 عيب. صباح الخير. اجى البرد ورجعنا على مشاكل روك بدون ما يتعارك ويا سكار. مفلش الباب وطالع. شلون تخطى سكار ما ادري. زوي ايش عجب ما طالعه وياها ما ادري. للعلم زوي مفتوحه. بس عيب عيب عيب. هسه نروح نجيبه. عيب بس. شباب الجو بارد يقتل كتل بالله العظيم. بالقوه مصدر على نفسي. الباب مفلش تفلش. كل مره مين يعبر روك من السياج؟ اذا يريد يعبر يعبر من السياج. يصير الصبح هيك 5-6 روك ما تلقاه بالبيت. لا لا خلق يعارك. لا لا خلق هاي. بس المشكله شلون تخطى سكار ما ادري. شلون تخطى؟ يعني هو يجي من هناك. شوف حتى لوسي لوسي ذيك بحاتي لوسي يطفر من السياج يجي من نانه طفر من الباب وعبر. ليش ما تعرفين انه سكار؟ عجيب يا اخي عجيب. مشكله هذان الاثنين ما يرهمن ما يرهمن سوى. هذان الاثنين روك وسكار ما يرهمن سوى. شلون تعدى من يمه ما ادري. شتردين انتي؟ شتردين؟ ها نروح نجيبه؟ نروح؟ اول مره ما اخذ لوسي وياي بالمكان اللي اريده. خصوصا بطلع اذا روك طالع. شلون اجيب روك؟ الا اخذ لوسي. فهسه ناخذ زوية نروح نجيبه ونجي. يا ابوي تخيل وصلت الشارع الا استوعبت نفسي. انا ارجف طالع ابن السردان شكو. المن طالع ابن السردان؟ رجعت جهزت نفسي. ها زوية؟ طبعا زوية ادخل تدخل وياي. اطلع تطلع وياي. هاي الحلوة بيها طبعها كلش حلو. مو نفس لوسي وروك اذا فكرن الباب ور بعد ما حد يشوفن. طبعا الستوتة البارحة عدت سلامات وهم زين ما صار بينا شي. وراح التاير؟ لا مو هذا التاير هذا. شوفوا الحمد لله والشكر هم زين ما صار بينا شي. انبطت واحنا نمشي. يلا زوية تعي تعي هنا تعي. كل مرة اول ما اطلع هنا نلقى روك. هالمرة حتى هنا ماكو. لان طالع من وقت هالمرة. الله يعلم بالساعة طالع بالاربع الفجر بثلاثة ما ادري. ما دام ما موجود بشارعنا روك مبتعد عن شارعنا. روك طالع اصلا من الشارع مو بالشارع. لان لو بالشارع روك انتم تعرفون روك ما يبقى حيوان بالشارع. شوف هاي وين نايمة مرتاحة. شنو الظاهر ما متعدي من يمك روك؟ روك ما مر عليك؟ ما شفتي واحد هيك احمر بسود اسمه روك؟ ما شفتي؟ ادري بيك ما شفتي. مرتاحة انت ادري بيك والله مرتاحة ما متعدي. هذا واحد ثاني همي انا والله العظيم. اصلا روك ما هو بالشارع. روك مو بالشارع مالنا. شوف زوية وين ظلت. زوية تعي يلا تعي تعي زوية تعي. طبعا الله يساعد طلاب المدارس. شلون يهم ويا يرحمون في هذا الجو. بس بس ولك اقعد لا اجيب لك روك. بس تعي تعي. شش. انا اروح ما ظل هنا. تعي والله لو روك وياي هيش ما يتطاولن هذا. بس شو اسوي بعد؟ شبيدي شبيدي انا بدون روك غير هذول اللي يتطاولن يتجاوزن. اوه فوف روك. شوف روك شوف عازة روك. تعي تعي زوي زوية. خايف من زوية تعلق وياهن. زوية تعي يلا تعي تعينا تعي زوية تعينا تعينا يلا تعي. عيب زوية يا تعي تعينا تعي تعي تعي. عيب شنو هاي؟ شيش قد الشمشم شباب. اصلا هي اصلا نوعها هاي ما التفتيش. نوعها اصلا ما التفتيش. يعني يستخدمونها للحراسات وللتفتيش بالمطارات وهيك شيء. فيستخدمون هاي النوعية أكثر شيء. يلا زوية يلا زوية يلا يلا مشينا مشينا. مو اكو شم هسه. شم على روك إذا بيج خير. شم على روك وطلعي إنه جود بوي. نبانا شبيه ما جبت الطوق مالها. يعني هسه هي لوحدها إذا راحت وين أكلها بعد؟ ولا هي ما تروح. كافي شم كافي تعاي نطلعش نجيب روك مو شمين. يلا عيب يلا يلا شم روكي يلا. وين روك؟
شباب الوقت متأخر ما ظن راح نلقى روك. تعي ناعيب سيارات سيارات سيارات. شباب الوقت يعني مو تتروجكم بالخمسة بالستة بالسبعة ونص بس لنا غيوم يعني المدارس راحت وروك ماها يعني روك صار له أربع ساعات ثلاثة مختفي عن البيت. وين بهاي الأربع ساعات هو وين؟ تدرون يمكن أصلاً روك ما جاي منا ما جاي منا روك يمكن ماخذ الشارع ذاك طالع بيه قبل. وين راحت هاي زوية؟ تعي تعي عيب يلا تعينا. اوف شباب هاي الوحدة ما تاخذ حكي بس هناك بالبيت استاذي. اما هنا كل شيء ماكو. شوف طنشت طنشت راحت. وين راحت؟ تيها تيها الطريقها اصلا. يعني انا مطلعش ندور على روك. هلا شلونك؟ هلا هلا. يعني انا مطلعش ندور على روك. لا تخلينا ندور عليك هسه. الحلوة النوم شنو هي؟ هي تضيع ونجي انا وروك ندور عليها. يلا تعي تعي هنا تعي. اصلا روك ما جاي هنا والله والله لو يجي هنا ما يقعد راح. روك وعرفه ما حد يعرف روك بكثري. يعني لو يجي هنا تكرمون هاي الحيوانات والكلاب كلهم يلتمن عليها كلهم يظلون ينبحن كلهم هنا. شكو حيوان بالمنطقه يكره روك يكره. والله شباب ركزوا لي بالجو. الجو ايش حالاته وخصوصا من تجي هنا غريب على الشط. بس المشكله يعني شوف هاي زباله كرمون. يعني لو بدايه الشط كلها نظيفه زرع او هيك شيء كورنيش اي شيء اي شيء كان انطى منظر كلش حلو. وخصوصا هي هاي الوصله بين هذا الجسر وبين هذا الجسر كلش كلش حلوه مو شلون ما كان. يلا زويا زويا تعي تعي مو وقت مناظر هسه وقت بحث. والله شباب تدرون يمكن 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 حاسب هالمره ما راح نلقى روك. هذا الفيديو حفظوه يمكم. هذا الفيديو حفظوه يمكم. كذا تاريخ وكذا يوم روك راح من حيدر بعد مرور 3 سنوات. روك عاف حيدر وراح بعد ما حصلنا روك. لا ان شاء الله نلقاه لان اكو وقت طلع بيه اكثر من هيك. يعني ضل يومين تخيلوا والله مره ضل يومين اللي لقيناه روك ونعرف سوالفه. هاي جاي سوين زوية؟ احنا جايين ندور على روك لو سوين غير شي. جاي تحدد مكانها هم تحدد مكان عودية. وين نلقى روك شباب؟ زوية زوية يتعي. طبعا على هذا البرد الله يساعد هذول اللي يذبون شبت اللي يصيدون سمك غير متعودين بس ما متعودين على هاي الاجواء. طبعا والله شباب اجواء الريف حلوه مو شلون ما كان. يعني بنقول لكم حلوه حلوه. الناس متعوده على قعده الصبح يروحون للشاط اللي عندهم حلال اللي عندهم هيك شيء. اجواء الريف كلش حلوه ما تتعوض. طبعا بين ما جاي ندور على روك هذا نشب لنا من شاف زوية شافها حلوة ظل واقف يمنا. انت ليش ما تروح؟ تريد تجيب لك روك؟ تعال تعال ما احجيك شي. غلس غلس وراح. من يسمع باسم روك ما يظل ما يظل واقف قصبا عليه يتحرك. شباب بديت اعيس والله العظيم بديت اعيس. شو انا اخذتني السوالف وياكم وبديت اعيس اصلا. هلا شلونك؟ روك ما موجود. روك روك راح بعد ما نلقى روك بعد منا وهيك انتم الفيديو هذا راح ينملن. روك ما نلقاه. يلا تعي تعينا. طبعا والله العظيم الكاميرا متوقفه وما ادري بيه ما ادري شلون توقفت. يعني لا مصور اللقطه من الجهات كرمون كلب الاحمر ركض وراها وظل ينبح عليه يعني هاجمها وانا احكي عليه واقول له راح اجيب لك سكار وكذا وكذا وهدد بي عمود حل التصوير وطلعت كلها ما مصور. هاي اللقطات كلها ما مصوراتي. ليش ما راح المدرسه؟ والله دعني بيوم دعني راح بي عشان احبك انت.
حلو، يعني دوامكم وصل؟ احلى دوام هذا، لا تقعد الصبح ولا تروح الظهر ب 12 بالثنتين، تروح بالعشرة تجي بالثنتين، احلى دوام ها. يلا زوي زوي، خذتنا السوالف وياكم ونسينا روك اصلا. روك راح نسوب منه وهيك نسوب، انا اقول لكم نسوب. تعال تسامعيني اللي قل له هذا، لن انساك يا صديقي. فلن انسى روك انا. يعني هيك انساه بسهولة؟ لا. بس نطلع لوسي وسكار وهجام والبجع والوشقات البرية كلهن كلهن نطلعهن بالشارع. ها 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 ايش عاليمن تنبح عاليمن؟ تعال والله تقتلهن عيب. يلا تعال تعال هنا تعال عيب. زوية المشكلة هم ما تخاف، ويا زوية هم ما تخاف يعني ما ترد. تعال يلا تعال تعال هنا تعال عيب. مو من مستواك هاي النوعيات، مو من مستواك هاي الرادلة، مو هاي اللي يوصلون لإسمك، مو انه بيوصلون لشجاعتك وقوتك. طالنا ندور على روك، رجعنا وروك ما هو ويانا اصلا. روك ما هو ويانا شباب. زوية ما تعرف تدور، والمشكلة طلاب مدارس وهاي انا ما اقدر ادخل لي جوا، اذا ادخل داخل لا بعد ما حتى تصوير ما اقدر اصوري. شباب روك راح، شلون يقلكم ياها؟ روك راح. تعال بجع تعال هنا تعال. انت البارحة ما شفت روك هو طالع؟ بس تعال خلنا اقول لك، تعال خلنا حاجيك. تعال يلا تعال هنا تعال 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 تعال. هسه غير يجي حتى نسيله، غير يجي يلا تعال تعال. اي تعال هنا. ظل هجام هجام هجام. يوميا كل ما يشوفني ظل صايح، اليوم ليش ساكت؟ لان روك ما هو حزنان على روك. اليوم الكل تحزن على روك، الكل مو بس هجام. يعني تخيل انا حتى حسبت حساب، قلت اذا اجيب روك اول ما ادخل بي قبل اوديه لبيته، فضميت سكار هنا. انا حسبت حساب سكار وضميته هنا. تعال تعال اطلع اطلع، انا هيك ضميتك. تعال اطلع تعال. وين رايح وين رايح وين رايح؟ تلحق روك مثلا؟ تلحقه؟ طلع من يمك، تعدى من يمك، ما شفته ما ادري خفت من عنده، الله اللي يعلم الله اللي يعلم. البارحه طبعا القفص هنا كان، فمن مطره الدنيا شالوه. تعالن زين. الوشقات البريه طالعات، الوشقات البريه ايش عجب ما هاجمهن ما ادري. يعني روك الا ما طالع الا ما اخذ من البيت، يعني ما معقوله متخطى سكار ومتخطى الوشقات البريه. الوشقات البريه هنا أنا يومية. هذا وين نايم؟ ما تشوف وين نايم؟ شوف 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 وين نايم، شوف وين نايم، بس عيونه هذا الوشق البري. تعال خلي يشوفونك، خلي يشوفونك المتابعين. يلا تعال حبيبي بسير عيني. بالله العظيم اذا طقني تشلع ايدي شلع على مخالبها شلون كبرن. يعني صار لي انا صار لي هواي ما مصورها الكم. اكون وشق جاي نافخ، جاي نافخ على زوية. اكون واحد انزل، يلا انزل خلي يشوفونك انزل. شوف شباب شوف 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 رجليها لورا طوال، رجليها لورا طوال. هسه انا انطيتها الحرية، انطيتها الحرية غير تروح بعد ما تروح، لزقت بهذا المكان صار لهن اكثر من 10 ايام هن مفتوحات ويلعبن هنا وما يرحن. الوشغ البري شوف خدوده شلون بيض، خدوده بالظلام يبينن. شوفوا تقول نمر افريقي. اخ انا اضحك وياكم وبنفس الوقت ضايج على روك. ها لوسي والله ما بيج خير، انتي يطلع من يمك وما تشوفينه. لوسي زين، انت لوسي طالعة وياه، شو صار عليك اذا طلعت وياه؟ انا شباب باب ما كذاب، الباب ما كذاب، مفلش الباب وطالع. حتى شيش انا متشيلين ورا الباب شيش ومتشيلين حديدة عايفين وطالع. والله عجيب يا اخي عجيب، شلون ما تعرف انه سكار ما ادري، سالفة حير. تعال انت وين رايح؟ تعال انت هاي شغلتك بس الصيحين. شوف سكار هم نفس الشيء، سكار هم نفس الشيء، وقف يم الباب. تعال فتحوا لي الباب ارد اطلع. لا هاي يا ربحت، روك ما موجود، على الاقل يبغى لي الذكر. انت وين رايح عمي؟ خايبه والله بطيت اذانات نبط. زوية
زويا بعد شافت الوشق البري بعد ما تهيتي. اي ظل 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 دورة علي ظل ظل ظلي. اشتردين اشتردين. تعال سكار تعال يا سموك اطلع تعال يلا تعال سكار تعال. والله دوختيني بالله العظيم سطرتينا سطر. تعال انت هنا يلا طب طب جوا طب 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 موك طلعة يلا طب 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 عوف الطلعة. والله ولا ياخذ الحكي ولا ياخذ الحكي. اذا كض الباب بس فكوا لي الباب خلي اطلع. اه اه زوي 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 شافت الوشقات البرية زوي شافت الوشق البري. ها شنو شفتي شنو شفتي هاي على الوشق البري الشباب. ها سكار بعد تمنى وهيك ارتاح روك راح ويا ما تعارك خصمك منو بعد خصم بعد خصم سكار ما موجود. روح سكار اخذ السلطه بالعافيه عليك بالعافيه عليك السلطه. النثايه ظلن الك مو وحده اثنين لوسو زوي البيت البيت باسمك. طبعا سكار ضايج ما ضايج شرفك شباب. هو ضايج وبنفس الوقت فرحان يعني ضايج على صاحبه روك يعني هو عشرة مش لون ماتشان وفرحان. خذ البيت ببحده خذ النثايه ببحده انه منه هيك بعد روك ما له صيت بالبيت بس يبقى صيت روك بالبيت وان شاء الله يرجع روك. ادعو ادعو ان شاء الله نلقى روك. يلا تعال. والله العظيم شباب ما له خلق ما له خلق روحه ما له خلق يمشي ما له خلق يفتر. ولا يطلع ضايج على روك همه بشرفك قولها قول ضايج على روك. تعالك الباب تطلع تدور عليه. يلا كذب 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 وين طالع كذب كذب. اذا تطلع انت منو يجيبك منو يجيبك منو ستوتة عطلانة بمن اجيبك. شباب والله والله لحد الان لحد الان ما مستوعب يعني روك طالع من البيت هيك مختفي يعني تاخذني تاخذني صرنا لهناك. واقول لحظه طلعت انا ادور على روك بالشوارع ما لقيته روك وين. والله العظيم شوف يعني انتم مستوعبين هالشيء يعني واحد من الثقبيه وتقول لا ما يطلع وما يروح وهيك شيء من يروح الظل ما تستوعب انه هذا الشيء يوم يومين هيك ثلاثه وتقول لا هسه يجي هسه يجي بس النوب لا تتعود على غيابه روك. وداعتكم اذا راح روك هذا ما اخليهم هذا ما خليني انا روك روك انا قصتي قصه يا روك صديق روك صديق روك روك مو حيواني صديقي روك. يعني هسه مشكله هالجام لو متعود علينا ويطير ويرجع للبيت كان فادانا هسه طلع روك بثانيتين بثلاثه بثواني طلع روك انطيره فوق الجو يشوف الجو مثل ما تشوفون انتم الجو والمن الجو السماء الهجام بس القاع خايب. والله العظيم نريد نحكي نريد نحكي بس لا انت ضليت تخربين ضليت تخربين فغرب موعد طلاق صراحك. ها هجام هجام مو مشكله هجام همنا ما وقف ويا روك هم يحقد عليه هم يريد روك يروح من البيت. ها بين الحسن بين ضليت ثاني هنا يم الباب بين الحزن. ها سكار سكار والله شباب ما نخلق حتى من تصيح له ما يباوع لي ما نخلق. ها شنو شفت اجت 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 يعني صدق كذب انا ما طلعت لوسي حتى اقول هي تطلع روك طلعتها وكش ماكو حتى ما جابت روك بعد ما طلعت شي جاي بعد ما طلعت شي جاي اصلا خل اجيب لوسي. سامعين بالاخبار يجي هيك فجأة يعني انا من الساعة ادور والنبي ما خليت مكان ما دورته شلون رجع ما ادري. هاي توه توه هنا ما دراسي توه هنا ما دراسي منين اجى منين منين دخل تدرون على هذا الحكي. روك ما طالع منا ومو هو مفلش الباب روك كان عند جيراننا. وين كنت وين كنت وين كنت انت وين كنت بالقران ما طالع شباب. هاي الفرة كيلها اللي افتريتها الصبح بالجو البارد وماخذ زويا يفتر بيها وظلمت سكار تاليها يطلع حضرة السيد روك هنا منين طافر منين ما ادري صاعد على البيت صاعد على هذا شلون الدرج هنا شلون الدرج صاير شوف البلوك هذا بس يحط رجليه يصعد يصعد من هنا خذاله فترة
بالله العظيم شباب، وانتم ما محلفيني خذاله فتره يوميه اجيبه من جيراننا، واذا الباب ما جيراننا مفتوح اكو عتم باب هذاك شوفونه ذاك الباب الاصفر، اذا مفتوح يطلع قبر على الشارع الثاني، على الشارع الثاني يطلع فيخابروني يتصلون بي او هاي صلبوخ روك تعدى من بابنا راح. بس هو الصوت مو بي، الصوت بي انا من جيت هنا شفت بس لوسي ما باوعت اصلا على بيت جيراننا، ما نسيتهم اصلا والقران نسيتهم، باوعت على الباب لقيته مفلش، قلت روك طالع. بس نفس اللحظة ما استوعبت ان روك شلون طالع وسكار هنا نايم، شلون طالع؟ قلت روك سكار وزوية يعني لابد هسه ما عارك سكار، بس زوية تروح وياه، اذا طلع زوية تروح وياه. انا اصلا ما جيت من نام، جيت ما باوعت. شفت توسع على هاي قعدتها باوعت هيش، ما لقيت روك، ما جاء اصلا، ما خطر على بالي روك طافر منا قبل، قلت عابر وطالع منا من الباب، مفلش الباب وطالع. صح مال الباب مفلش، صح مفلش، بس منو مفلشه ما ادري، زوية سكار البارحة بالليل اليوم الصبح ما ادري. وللعلم احنا سمعنا طقطقة مال بيبان، هو هذا الباب نفسه اللي تفلش، بس ما فلش روك. احنا هم ظلمنا روك بنفس اللحظة، انتهمنا هو اللي كسر الباب وطلع. هاي الفرة كلها اللي افتريتها الصبح شباب، شلون اصارحكم؟ بس والله كبرنا بالعمر، ظليت اخرف يعني، انا اروح اذب لي ساعة كاملة افتر بالشوارع وتالي اجي القى روك بالبيت؟ لا، والمشكلة سكار بعد، سكار بعده ينتظر، سكار بعده ينتظر هنا نايم، سكار بعده ينتظر هنا نايم. قوم 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 حبيبي، تعال 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 شوف، تعال شوف من لقينا، تعال تعال وياي، بس تعال وياي بشرفك، تعال تعال وياي، اركض اركض اركض، خلنا راويك منه، خلنا راويك منه لقينا، اركض. حتى سكار ما يصدق، حتى سكار ما يستوعب. يلا طب طب جوا، طب 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 جوا، طب شوف هذا الباب مو انت مفلشه ثاري. ها شوفوا، هلا اقول انا اذا موجود روك ما يسكت، روك ما يسكت، روك ينبح ليل نهار، روك ينبح ما يسكت. وسكار يمه، بس من جيت هنا أنا ما سمعت صوته لا شفته، شفت بس لوسي وشفت الباب مكسر، قلت طالع. اما هسه لا، راح تسمعون صوته هسه روك، من رجع راح تسمعون صوته. بس احمد، احمد ربه وشكره انه ما رجع منا، يعني ما رجع منا طفر، هم زين طفر نفس البيت. تعال يلا تعال، خلي شوفك روك، خلي شوفك بالله شلون يسكت روك اذا شافك، شلون يسكت روك اذا شافك، شلون يسكت؟ تعال تعال روك، شلون يسكت؟ تقنعوني يسكت روك، تقنعوني روك هنا ويسكت؟ بس يلا، بس بس بس، عيب عيب عيب، تعال خلنا نربطك سكار، خلنا نربطك. مو امان والله، مو امان سالفة، مو امان. وقف 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 وقف، سالفة مو امان هسه، تمام. يلا تعال 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 هنا، نرجع ارجع صديقك روك، ارجع صديقك، ارجع صديقك، تعال روك تعال تعال، يلا تعال روك تعال تعال. والله العظيم والله العظيم خرشت قلبي، تعال تعال. ايست قلت بعد ما القى، ولو يعني خذاله فتره طلع ايام، والله يومين اللي جابوه، يومين روك، بس مو هسه طلع بهاي الساعه. ايست فقدت الامل. ها روك انبح على سكار، انبح على سكار. هسه هسه شباب، هسه ردت لي، ردت لي الحيويه. ها لوسي، انا هم ظلمتك، هم قلت ايش عجب ما طلعت ويا روك فظلمتك، بس هم زين. وهسه المفروض ما اظلمك، لا امدحك، ان شافت الطفر على الجيران ما طفرت، ظلت قاعده لان تعرفوا بهالشي غلط. سلام سلام سلام، شكرا. والله العظيم هالايام هام لوسي هم لمو شلون ما كان، يعني لوسي كانت الافضل بيناتن ولحد الان باقي الافضل. شوفوا نظراتها، اذا اوقف يمها انا ماشي لعيونها عني، والا ما اقلها على شي. سلام، رفع رجلك، عافية 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 عافية، فدوة 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 للي يسلم. سلام سكار، سلام انت، مو سلام، لا انت مال واحد يدمغك على هذا راسك، بس راس انت، بس راس تقول خنزير، هم خنزيرتي. شباب ظلمتهن والله، هسه ردت لي الحيوية، ردت لي. اما زوية لحد الان تنتظر الوشق البري، حد الان زوية تنتظر، شافت الوشق بعد ما عافتي. اوه شباب والله العظيم هذا الفيديو راح ينزل يوتيوب، هذا الفيديو ما دام متصور راح ينزل يوتيوب. تردون الصراحة، روك من ضحك كيفت، يعني انا اول تالي قلت راح القاه بس كيفت، قلت راح ينزل هذا الفيديو بعنوان روك ضايع، روك بعد ما نلقاه، وراح ينخبصن التعاليق خبص، ولقينا روك. بس والله العظيم هذا الفيديو راح ينزل، طلعت دورت على روك، انا تعبت، زوية تعبت، وتالي نلقى روك بالبيت. بس مع ذلك هذا الفيديو راح ينزل بعنوان روك، روك ضاع من البيت، على هاي الدقة الناقصة اللي سواها فينا، العنوان راح يبقى نفسيته.
روك ضاع من البيت. تخيلوا بعد هاي الفرحة غير؟ بعد ما أبرد والله، بعد ما أبرد نزعي بعد، حتى البرد روح، البرد راح، ردت لي الحيوية، ردت لي، احتر جسمي، احتر هسه من لقيت روك، احتر جسمي بعد ما أبرد خلاص. آسفين منك سيد بجع، والله شفاف هم ظلمنا، هم ظلمنا ويانا، قلنا طلع روك وما شاف روك، داري هم ظلمنا احنا ويانا هجام. آسفين آسفين آسفين، يلا آسفين قلنا لك. ترى جيب روك، اجيبه ما ضاع، موجود روك، موجود روك، موجود بالبيت ترى. بعده سكتت، شوفوا سمعت بس روك. هسه واقفة يمي، ما تريد تدخلين جوا، من الساعة مطلعك برا ما تجين يمي، منصيع ليش ما تجين يمي؟ اما هسه مش شفتي روك اجي وبعد ماكو شي ضايع وقفتي يمي، صرتي آدمية. يلا طبي جوا، يلا جوا، يلا سويت روحها فقيرة، نزلت ذاناتها، راح تقعد نزلت ذاناتها، صارت فقيرة. شوف شوف شلون تباوع، شلون تباوع بتك عين، هاي هاي هم ملعبة طلعت، مو شلون ما تشون. هسه الباب شلون راح يصير الباب؟ الباب يصير بعد ما يصير، هذا كسر كسر شباب، شوف منك من جوا طق السيم ماله طق. السيامة تقطع عن السيامة، شوفوا هذا السيم مقطوع، السيم هذا مقطوع، السيم ايش قواته انقطع. شنو سالفتك انت؟ هذا شاكبي، هذا مو كلب كرمون، هذا اسد، هذا اسد بس مضرب بكلب. هسه شنو نسوي احنا؟ ولا هو باب ما قضاهن، قضنن هذن الباب ما قضك، السيامه قطعتهن، هذن ما تشيلهن. ولهنا وصلنا نهايه الفيديو، لا تنسون تحطون لايك، واذا ما مشترك اشترك بالقناه، واعتذر اعتذر كلش اعتذر على هذا الفيديو، ساعه كامله من البحث، مو انت ضربت بوري، انا انضربت بوري، لان انت قاعد تشاهد 20 دقيقه و18 دقيقه، انا ساعه كامله امشي وافتر. بالله العظيم شباب، من الخمسة ونص الصبح، من الستة، ستة الا ربع هيجي الجو ثلج ثلج، شفتوا بعد طقت الغمصة لو طربوش الا دفيت، واطلع ادور عليها ادور عليها وثاريها، اجي للبيت القاب البيت، وظلمت كل الحيوانات، وهم زين ما كتلتهم. مو لهالدرجة، حط لايك، واللي ما مشترك يشترك بالقناة، واشوف بعض التعليقات، ليش ما تنزل يومية على المزرعة، يومية على المزرعة؟ والله ما يصير، ادري بيكم راح تملون اذا ما تشوفون شيء جديد، فانا اقطع عليكم واجيكم بشيء جديد، وواصل بالمزرعة ومسوي شيء حلو. تمام مو تمام، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة، وهسه اقدر اقول لكم باي وانا مرتاح، باي. وهاللي بلازمة اعذروني هالايام ما جاي اذكركم، بس حتى لو ما اذكركم انتم تعرفون وين مكانكم. والله العظيم احبكم، تحياتنا للعوائل اللي تشاهدنا. اقدر ارجع انام وانا مرتاح، باي.